اليوم إذا ما نظرنا لسوق الشغل، هل العمل موجود متوفر، فرص العمل متوفرة أم لا بالنظر إلى تجربتك؟ بالنظر للتجربة ديالي فرص العمل كاينين ومتوفرين في بزاف ديال فائدة مجالات. فاش كنشوفوا الشركات في مدن كثيرة ماشي غير في المدينة اللي أنا فيها اللي هي مراكش ولا بالنسبة لأكادير، ولكن كنشوف حتى بالنسبة للدار البيضاء الرباط، خصوصا بالنسبة للشركات اللي الاختصاص ديالهم هو الريكروتمون، كتلقاهم دائما كيقول لك بأنهم فرص الشغل كاينين، ولكن المشكل في أنك تلقى الشخص المناسب بالمهارات وباللي كومبيتونس اللي الشركة كتطلبها، وهذا هو المشكل اللي عندنا في سوق الشغل في المغرب.